عقدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني اجتماع عمل مشترك مع سعادة السيد فرانسيسكو أندري وزير الدولة لشؤون الخارجية والتعاون بجمهورية البرتغال، وذلك على هامش مشاركة الوفدين في اجتماعات المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2023 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وخلال اللقاء تم استعراض العلاقات بين البلدين الصديقين وبحث سبل التعاون في مجالات قطاعات السكن الاجتماعي والتخطيط العمراني. وقد تطرقت سعادة السيدة آمنة الرميحي إلى خطط الوزارة لتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين والبرامج التي استحدثتها الوزارة مؤخرا لتوفير خدمات إسكانية فورية ومستدامة بالشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى جهود توفير المشاريع والخدمات بالمدن الإسكانية. كما أشارت الوزيرة إلى الخطوات التطويرية المتحققة في مجال التخطيط والتطوير العمراني وتحديث المعايير والاشتراطات التنظيمية لخدمة جميع القطاعات بالمملكة. من جانبه ثمن السيد فرانسيسكو أندري جهود المملكة في توفير الخدمات الإسكانية وتطوير القطاع التخطيط العمراني، مؤكدا الاستعداد للتعاون وتبادل الخبرات والتجارب بما يسهم في إثراء الخطط في كلا البلدين.